لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الكلمة بأنها كنز من كنوز الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي حديث ابن مسعود، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وجاء في مسند أحمد وفي السنن أن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يدفع الله بها 99 بابا من الهم. وجاء في لفضل هذه الكلمة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فإن المؤمن يجيب بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أنها من غراس الجنة. هذه فضائل عظيمة في هذه الكلمة اليسيرة القليلة، لكن ينبغي بنا أن نتفطن في معناها.